عليكم ورحمة الله وبركاته، كيف حالكم يا تاسع؟ اليوم درسنا بيحكي عن التلوث المائي صفحة 40 الدرس الثالث من الوحدة الثانية، تمام؟ إذا افتحي كتابك معي هلأ على صفحة 40 في كتاب الجغرافيا، عنوان درسنا التلوث المائي. ما هو المقصود بالتلوث المائي؟ يعني شو يعني تلوث مائي؟ لما أنا أحكي لك تلوث مائي إيش رح تفهم؟ رح تفهم هو أي تغير فيزيائي أو كيميائي في نوعية المياه، هو أي تغير فيزيائي أو كيميائي في نوعية المياه بحيث إنه بتغير عندي لونه أو طعمه أو ريحته، سواء كانت بطريقة مباشرة أو بطريقة غير مباشرة. إذا هو أي تغير فيزيائي أو كيميائي في نوعية المياه بحيث يتغير لونها، طعمها، رائحتها بطريقة مباشرة أو غير مباشرة. يعني لما أنا أحس مثلا رحنا على منطقة فيها مي وحسينا إن المي هاي هي شوي لونها غريب أو شوي رائحتها غريبة، أو ممكن إني أدوقها وأحس إن طعمها غريب، فهيك بنعرف إنه هاي المي هي مي ملوثة، تمام؟ إذا لما أنا أحكي لك شو يعني التلوث المائي، هو أي تغير فيزيائي أو كيميائي في نوعية المياه بحيث يتغير لونها، طعمها، رائحتها بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، بطريقة مباشرة أو غير مباشرة. طبعا لما أنا أعرف إنه هاي المي ملوثة هي بتصير مي غير صالحة للاستخدام، سواء كانت للاستخدامات الشرب أو للاستخدامات المنزلية، لأنها هي مي بتصير ملوثة. فهو أي تغيير فيزيائي أو كيميائي في نوعية المياه بحيث يتغير لونها، طعمها، رائحتها بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، بحيث تصبح المياه غير صالحة للاستخدام، بحيث تصبح المياه غير صالحة للاستخدام. هيك بنكون عرفنا شو يعني تلوث مائي. هلا يقسم التلوث المائي، ينقسم التلوث المائي إلى قسمين. إيش هم القسمين؟ تلوث طبيعي، تلوث كيميائي. التلوث الطبيعي اللي هي من الطبيعة نفسها تلوثت عند المياه، كيف؟ إنه بيظهر في تغيير في درجة حرارة المياه أو في زيادة ملوحة المياه. يعني أنا لا بتتغير عندي درجة حرارة المياه، بحس إن المي بلشت حرارتها تزداد، أو بحس إنه زيادة في الملوحة، يعني بتصير ملوحتها كتير عالية، تمام؟ فهيك أنا بعرف إنه صار عندي تلوث طبيعي. تلوث كيميائي، كيف بدي أعرف إنه صار عندي تلوث كيميائي؟ هي تلوث مياه الصرف الصحي، يعني أنا مياه الصرف الصحي هاي تلوث كيميائي. مثلا تسرب النفطي رح يعمل لي تلوث كيميائي، تمام؟ إذا مياه الصرف الصحي أو تسرب النفط رح يعمل لي تلوث كيميائي للمياه. درجة ارتفاع درجة الحرارة المياه أو زيادة في ملوحتها رح يعمل لي تلوث طبيعي، تمام؟ إذا حكينا ينقسم التلوث المائي إلى قسمين، تلوث طبيعي وتلوث كيميائي. الطبيعي اللي هو في تغير في درجة حرارة المياه أو زيادة في ملوحتها. كيميائي اللي هو تلوث مياه الصرف الصحي أو التسرب النفطي اللي بروح للمياه مما يؤدي إلى تلوث كيميائي فيها، تمام؟ واضح يا من هون؟ إذا حكينا ينقسم التلوث المائي إلى قسمين، تلوث طبيعي تلوث كيميائي. مصادر تلوث المياه، يعني المي هلأ من ايش بتلوث؟ ايش هي المصادر اللي خلت المياه تصير مي ملوثة غير صالحة للاستخدام؟ اول شغلة عندي انا النفايات، هي اكبر اشي ممكن نحكي انه بلوث المياه اللي هي النفايات، سواء كانت النفايات اللي احنا بنرميها، او سواء كانت النفايات المصانع بترميها، او سواء كانت النفايات اللي احنا بنرميها بالبحار اللي بنتخلص منها، سواء كانت بالبحار في الطبيعة نفسها. الشغلة الثانية وسائل النقل، هلأ وسائل النقل بشكل كتير كبير بتأثر كمان على تلوث المياه. النقطة الثالثة تسرب النفط، هلا تسرب النفط هو بيحتاج لوقت كتير كبير حتى انه يذوب في المياه، فهو بيكون يعني بيؤدي الى تلوث المياه بشكل كتير كبير. مخلفات المزارع، هلا مخلفات المزارع اللي احنا بنتخلص منها، سواء كنا كبيناها بمياه الصرف الصحي او سواء كنا كبيناها في البحار، في المحيطات، في الانهار، فهاي كلها رح تعمل لي لا تلوث في المياه. المصانع كمان، المصانع رح تؤدي لي كتير ضرر في المياه، يعني رح تؤدي لي كتير تلوث في المياه، لأنه المصانع تحتوي على كل النقاط اللي احنا أخذناها، سواء كانت نفايات، سواء كانت الدخان اللي بيطلع منها، سواء كانت مخلفاتها اللي بتطلع منها، فهي رح تعمل لي على تلوث للمياه. إذا إيش هي عندي مصادر تلوث المياه؟ النفايات، وسائل النقل، تسرب النفط، مخلفات المزارع، والمصانع. الآثار الصحية لتلوث المياه، يعني إيش رح تأثر لي آثار صحية؟ معقول هلا تلوث المياه رح يعمل لي آثار إيجابية ولا آثار سلبية؟ أكيد رح يعمل لي آثار سلبية. فأول شغلة، تلوث المياه ينتج عنها شو؟ أمراض التصعيد، الديدان، تمام؟ إذا الآثار الصحية لتلوث المياه، أول نقطة عندي اللي هي تلوث المياه ينتج عنها أمراض شو؟ زي أمراض التصعيد والديدان. تلوث المياه الشاطئية، يعني الشاطئ نفسه احنا لوثنا مياهه، ايش رح ينتج عنها؟ رح ينتج عنها الطفح الجلدي، يعني لما انا انزل اتفتح فيها او انزل اقعد فيها فرح يصير عندي طفح جلدي او احمرار بالعينين، فبتكون هاي مي ملوثة لانه انا لوثت مياه الشاطئ، تمام؟ النقطة الثالثة، تلوث مياه بمواد كيميائية، طبعا هاي اخطر نوع، مواد كيميائية اللي هي بتحتاج لفترة كتير طويلة حتى انها تذوب
وحتى إنها خلص تحلل وتروح، فهي رح تعمل لي سرطان ومشكلات في الكلى، سرطان ومشكلات في الكلى. تمام، إذا نعيد كمان مرة، الآثار الصحية لتلوث المياه رح تعمل لي تلوث المياه، رح يؤدي عنها أمراض تفائيد وديدان. تلوث المياه الشاطئية رح ينتج عنها طفح جلدي واحمرار العينين. تلوث المياه بمواد كيميائية رح ينتج عنها سرطان ومشكلات في الكلى. الإجراءات التي يمكن اتباعها للحد من تلوث مصادر المياه، أنا إيش في عندي إجراءات ممكن إني أتبعها حتى نخلي تلوث المياه بشكل أقل، يعني أقلل من نسبة تلوث المياه؟ أول شغلة الحفاظ على المياه وترشيد استهلاكها. أنا إذا حفظت على المياه وأقفلت الصنبول لما أغسل، أو لما كنت أتوضأ سكرته ما خليته مفتوح، أو مثلا وأنت تفرش أسنانك سكرته، هذا كله إيش رح يعمل لي؟ رح يقلل من كمية المياه ورح نعمل لمعالجة أكبر للمياه، يعني إحنا رح نحافظ على المياه ونعملها ترشيد استهلاك. النقطة الثانية، كن حذرا مما يلقى بالمصارف. يعني أنا كتير عندي مثلا بالمصارف أو بالحمامات بنلقي فيها مواد تحتاج لوقت طويل إنها تتحلل، مثل الدهانات، مستلزمات النظافة، الزيوت، هي كلها رح تؤدي إلى تلوث في المياه الصرف الصحي. النقطة الثالثة، تنظيف القمامة القريبة من الشواطئ. أنا ضروري أنظفها حتى إنه ما تروح هاي القمامة للشواطئ، حتى ما تؤدي إلى تلوث مياه الشواطئ وتؤدي لي إلى احمرار أو تؤدي إلى طفح جلدي. إذا الحفاظ على المياه وترشيد استهلاكها، نكون حذرا بما يرمى في المصارف أو بالحمامات، ننظف القمامة القريبة من الشواطئ. يمكن حماية البيئة تكمن في 3 جوانب، يعني أنا لما بدي أحمي البيئة في عندي 3 جوانب، من هاي الجوانب بقدر أنا أحمي البيئة. أول جانب اللي هي التشريعات البيئية. كيف يعني تشريعات بيئية؟ يعني هاي الملوث يدفع، يعني إذا أنت لوثت لازم تدفع غرامة على التلوث اللي أنت أصدرته. كيف يعني؟ يعني أي جعل مسؤول عن حدوث التلوث مسؤولا عن الدفع لقاء الضرر التي ألحقه. يعني أنا لوثت لازم أدفع، لازم يكون في عندي مثلا يكون في عندي غرامة أو يكون في عندي عقوبة على التلوث اللي أنا طلعته اللي أنا أصدرته. إذا الملوث يدفع، أي إنه جعل الطرف المسؤول عن التلوث إنه يدفع لقاء الضرر الذي ألحقه. الثاني شغلة اللي هي الجانب الثاني اللي هي التربية البيئية. كيف يعني تربية بيئية؟ يعني تنمية وعي المواطنين، نعمل توعية أكبر للمواطنين، نزودهم بالمعرفة الأكبر، نزودهم بالمهارات الأكبر، حتى إنه نحمي بيئتنا ونحمي بيئة المياه والبيئة اللي حواليك. الإدارة البيئية الحكيمة. كيف يعني إدارة بيئية حكيمة؟ من خلال إن الإدارة البيئية العقلانية، يعني نستخدم إدارة بيئية عقلانية، نعرف كيف بدنا نحمي البيئة من التدهور البيئي، نحط أشياء واستراتيجيات وأمور تنمية مستدامة حتى إنه نحمي البيئة، نعمل تخطيطات للمستقبل وتخطيطات إدارة بيئية عقلانية حتى إنه نحمي البيئة من أي تلوث ممكن يؤدي إلى تدهور البيئي تبعها. تمام، بهيك إحنا بنكون من هيك بيكون انتهينا درسنا يا حلوين. ان شاء الله تكونوا فهمتوه وان شاء الله تكونوا استوعبتوه، هو درس كتير سهل وكتير واضح. هلا افتح معي على اسئلة صفحة 44 اللي هي اسئلة الدرس، وتبع معي واكتب معي اللي انا رح احكي لانه ما رح ارجع اعيده. سؤال الاول، وضح المقصود بكل من التلوث المائي اللي هي موجودة صفحة 40 وحكيناها وحكينا تعريفها وشرحناها. مياه الصرف الصحي هي مش موجودة بشكل واضح بكتابك، فحاول اكتبها معي. هي مياه المجاري المستعملة في الوحدات المنزلية أو المباني العامة. هي مياه المجاري المستعملة في الوحدات المنزلية أو المباني العامة. هي مياه المجاري المستعملة في الوحدات المنزلية أو المباني العامة. التربية البيئية اللي هي صفحة 43 وحكينا عنها. السؤال الثاني، ما مصادر تلوث المياه اللي هي صفحة 41 وحكيناها وشرحناها. السؤال الثالث، لماذا تعد مياه الملوثة أكثر أسباب الأمراض المنتشرة في العالم؟ ليش؟ لأنها تؤدي إلى أمراض صعب التخلص منها، لأنها تؤدي إلى أمراض صعب التخلص منها، لأنها تؤدي إلى أمراض صعب التخلص منها. السؤال الرابع هو موجود عندك صفحة 42. السؤال الخامس موجود صفحة 41. إن شاء الله تكونوا فهمتوا علي الدرس، وإن شاء الله تكونوا بتحلوا معي الأسئلة أول بأول. ورجاء أي حدا بيحل الأسئلة ولخص يبعث لي إياها، حتى أحط لك عليها علامة، لأنه رح يكون تقييمك على الأشياء اللي تبعث لي إياها على المنصة التعليمية لطيور الجنة.